السجن لرجلين تحرشا جنسياً بقاصرات عبر الإنترنت. 206 وفاة جديدة بكورونا وتراجع أعداد من يتلقون العناية المركزة. ضعف في إجراء اختبارات كورونا لسكان المناطق المهمشة في ستوكهولم. هل تشعر بالتعب من وظيفتك غير المستقرة؟ أنت لديك حقوق في العمل. معاً نحن أقوى وأكثر تأثيراً. انضم إلى نقابة النقل السويدية. transport.se. هذه النشرة برعاية أبو كاس، إس أي موبلر، ترانسفير جالكسي، ودنتالي. مشاهدينا ومستمعينا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس. حكمت محكمة في ستوكهولم اليوم بالسجن على رجلين بتهمة التحرش الجنسي وسوء المعاملة بحق فتيات قاصرات عبر الإنترنت، وأدين الرجلان اللذان يبلغان من العمر 58 و46 عاما على التوالي بارتكاب أفعال جنسية عنيفة ضد العديد من الفتيات القاصرات. ووفق المحكمة فقد تم ارتكاب جميع الجرائم في منتديات الدردشة عبر الإنترنت، وتتراوح أعمار الفتيات الضحايا ما بين 8 و12 سنة. ووثق الرجلان أيضا العديد من الانتهاكات من خلال البث المباشر المسجل على الشاشة، وشاركاه مع بعضهما البعض. المحكمة قررت سجن أحد الرجلين لمدة 3 سنوات و6 أشهر والآخر لمدة 3 سنوات و9 أشهر، وتشمل الجرائم المرتكبة اغتصاب الأطفال والاستغلال الجنسي المشدد لهم وجرائم استغلالهم في المواد الإباحية. وفي ملف كورونا، أعلنت هيئة الصحة العامة اليوم الأربعاء عن تسجيل 206 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، كما تم تأكيد أكثر من 4700 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الثلاثاء. وحسب هيئة الصحة العامة، يوجد الآن 327 شخصا في العناية المركزة جراء إصابتهم بالمرض. من جهة ثانية، تلقت بريت يوهانسون، وهي أول شخص في السويد يتم تطعيمه بلقاح كورونا، جرعتها الثانية صباح اليوم الأربعاء. وحتى الآن أعطي حوالي 150 ألف شخص جرعة لقاح واحدة على الأقل في السويد، وفقا للمعلومات الواردة من هيئة الصحة العامة. هذا وترغب العديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان والبرتغال في تقديم متطلبات شهادة التطعيم وإبرازها خلال السفر داخل دول الاتحاد. من جهته، طلب اتحاد وكالات السفر السويدية من السلطات الحكومية أن تسهل على المسافرين الحصول على مثل تلك الشهادة إذا كان ذلك مطلوبا. واعتبر الاتحاد أن من المهم أن توفر السلطات على وجه السرعة للمسافرين شهادة تثبت بأن قد تم تطعيمهم ضد كورونا. ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع في اجتماع لهم يوم غد الخميس. إلى ذلك، ذكرت صحيفة إكسبريسن السويدية أن إجراءات زيادة اختبارات كورونا للأشخاص من الفئات المعرضة للخطر القاطنين في المناطق التي توصف بالضعيفة اقتصاديا واجتماعيا في ستوكهولم قد تأخرت. ومنذ الخريف الماضي كشف النقاب عن أن مناطق في ستوكهولم مثل فيتيا وشارهولمن لا تعمل بها اختبارات كورونا بالشكل المطلوب. وكانت سلطات المحافظة أشارت في أكتوبر إلى عدة أسباب لانخفاض أعداد الاختبارات، بما في ذلك حواجز اللغة وحقيقة أن عددا أكبر من الأشخاص ليس لديهم أرقام ضمان اجتماعي أكثر من المناطق الأخرى، وهو أمر ضروري لطلب اختبارات كورونا. ووفقا للصحيفة، فقد انتقد الأطباء ما اعتبروه حقيقة أن المحافظة لا تعطي الأولوية لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة. إكسبريسن تمكنت من الكشف في مراجعة شاملة عن أن الاختبار المنزلي في منطقة ستوكهولم يستخدم بشكل أساسي من قبل الطبقة المتوسطة والأكثر ثراءً. وتظهر أبحاث سابقة نشرت في الربيع العام الماضي أن الأشخاص ذوي التعليم المنخفض والدخل المنخفض هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير والموت بكورونا. أعلنت محافظة ستوكهولم في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنها تلقت جرعات لقاح كورونا أقل بنسبة 50% مما كان مقررا في الأسبوع الماضي.
لكن السلطات الصحية في المحافظة أوضحت أن هذا التأخير سيتم تلافيه في الفترة المقبلة. منسق اللقاحات في المحافظة أكد أن توزيع اللقاحات سيزداد تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك للوصول إلى خطة التسليم المقررة سابقا. وحسب التلفزيون السويدي فإن مشاكل التسليم لن تؤثر على ترتيب الأولوية في حملة التطعيم، ومع ذلك فإن المجموعات التي ستأخذ جرعتها الأولى سيتم تطعيمها في وقت لاحق. ويعود السبب في ذلك إلى أن شركة فايزر المصنعة للقاح قد خفضت عمليات التسليم المقررة إلى الاتحاد الأوروبي قبل أيام. بدأت اليوم العديد من الحافلات في ستوكهولم في فتح الأبواب الأمامية، وبالتالي يجب على الركاب الحصول على بطاقات أسأل الخاصة بهم مرة أخرى حسب ما أعلنت إدارة المرور في بيان صحفي اليوم الأربعاء. وكان تم إغلاق الأبواب الأمامية حفاظا على سلامة السائقين خلال الوباء، ولكن الآن جهز ما يزيد قليلا عن 90 حافلة من أصل 280 حافلة في حركة المرور داخل المدينة بزجاج أمان حول السائق. التجهيزات الجديدة تشمل الحافلات الزرقاء على خطوط رقم 1 و2 و3 و4 و6، وهي خطوط الحافلات التي عادة ما يكون بها أكبر عدد من الركاب. وكانت السلطات الصحية نصحت شركات النقل باتخاذ تدابير وإجراءات للحد من انتشار العدوى بداية الربيع من العام الماضي، وهو ما دفع بإدارات هذه الشركات إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء. المزيد من الأخبار والتقارير والبرامج اليومية تأتيكم دوما على موقعنا الكومبيس.سي. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية أبو كاس، إس أي موبلر، ترانسفير جالكسي، ودينتالي.